وقع بينا تبي تفتح بسرعة. وقع بينا. وقع بينا. غريبة. يا ولاد الكلب في ايه؟ في ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز تاخد عربية؟ تعالى هنا. تعالى. تعالى عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ السلام عليكم. ماشي في امان الله. واحد انت عامل فيه خير ومركبه معاك وهوب تلاقيه وقف على بيدي. ماشي حاضر حاضر. وهوب تلاقيه فجاه خانقك بالشكل ده وعايز كل حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازاي نتعامل مع حركه الخنق داخل العربيه؟ ماشي حلوين. نقفل عربيتنا ونبدا نشرح ولعله يكون علم نافع ان شاء الله رب العالمين. اولا حابب انبه جدا على حضراتكم ان يا ريت ما نركبش اي حد غريب في العربية، او لو احنا شغالين على اوبر او ان درايفر او ديدي او اي برامج من البرامج ديت، لو هتركب عميل وبالذات لو ولد ما تركبهوش ورا، ركبه جنبك. تمام؟ طيب فلنفترض ان انت ركبت واحد او في هوب حصل اي موقف ما والشخص ده فجأة راح خنقك بالخلف بالشكل ده. تمام؟ اهو خنقك جامد وبيقول لك ايه هات اللي معاك وقف، بيقول لك وقف وي والكلام ده كله. فدلوقتي حضرتك ماشي في طريق سريع على سرعه 90 120 وهوب فجاه لقيت الشخص اللي وراك عمل لك حركه خنق. ركز معايا بقى، الخطوات اللي انا اقولها لك ديت ان شاء الله ان شاء الله هتخليك تنجب حياتك. طيب طيب دلوقتي انت سايق العربيه بتاعتك فانت مش حاول تعمل حوادث، ففي نفس التوقيت في نفس التوقيت انت ايدك يعني بتشيل ايد واحده بس من الدركسيون او من الستيرنج وبتمسك قوه الخنق عشان ما تموتش. تمام؟ وايد بتكون على الستيرنج بتثبت بتثبت على قد ما تقدر العربيه بتاعتك، وفي نفس التوقيت رجلك على ايه؟ على البريك، على الفرامل وبتهدي خالص. تمام؟ وطبعا ماسك بقوه وهو طبعا عمال ايه؟ هو عمال يخنق اكسب وقف العربيه مش عارف ايه. فانت اهو رجل على الفرامل، تمام، ماسك الستيرنج بالشكل ده ماسك بقوه وبتهدي خالص 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 خالص. وقف العربيه بتاعتك، واول ما توقف العربيه وترفع الفرامل ايدك الاثنين بقى، ركز المعلومات دي بتتم في ثواني، ايدك الاثنين على طول ماسك بقوه اهوت. تمام؟ وانت ماسك بقوه كده على طول شد ايه الحزام بتاعك. ركز، ده انت خلاص في ثواني وقفت العربية، رجعت مسكت الايد في فينتو ثانية شلت الحزام على طول بقى في السويتش بتاع الكرسي. تمام؟ تروح مرجع ايه دايس اهو على الزر ومرجع لورا بالشكل ده اهو كده، انت رجعت سيب ايد واحدة وتضرب ايه ضرب متتالي ضرب متتالي. هات العين هات الانف اضرب هنا اضرب هنا، هتلاقي ان شاء الله الموضوع خلاص. ساعتها افتح بابك وهات الشخص ده من بره. اسف على المقاطعة يا ناسي حلوة، لو حضرتك بتستفاد حتى لو بمعلومة واحدة ادعمني بلايك في الفيديو ده. تمام؟ وكمان لو انت عايز تتابعني على انستجرام فيسبوك كواي تيك توك هتلاقي كل اللينكات اسفل الفيديو. وكمان لو عايز تتمرن معايا كورس اونلاين شامل النظام الغذائي والمتابعة لحظة بلحظة وكل شيء رسلني على الواتساب وقول لي يا كابتن عاوز اتمرن معاك اونلاين. يلا بينا نتابع. طيب هنحاول برضو نطبق الموضوع بشكل واقعي شويه وشكل سريع شويه. البس يا كوتش بعد اذنك الخوذه. يبقى شباب تاني بتوقف قوه الخنق وايدك على الستيرنج بتثبت العربيه والفرامل، دول كلهم في نفس التوقيت دايس فرامل وماسك بايدك بقوه. تمام؟ وقفت عربيتك وقفت عربيتك على طول بتروح ايه للحزام، الحزام بتاعك اهو بالشكل ده. الخطوه اللي بعدها على طول ايدك بتشد بقوه والايد الاخرى ايه ترجع الكرسي للخلف اهو. وانت هنا بقى هتعرف ايه؟ بص بص هتعرف تضرب 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 اهو اضرب ضربات متتاليه متتاليه اهو بالجنب. امسك اي حاجه في العربيه اي حاجه تلاقيها اي ازاز اي حاجه اضرب ضربات متتالي. افتح الباب وشده للخلف اهو بالعربيه وفتح العربيه اهو مسكت ومثبت الطيارة بتاعتي وقفت العربيه خالص بالشكل ده. تمام؟ وايه شلت الحزام بتاعي بالشكل ده وايدي اهو رجعت فتحت الحزام وايه اهو ضربت 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 اهو ضربت ضربت واطلع على طول بره بالشكل ده وايه اطلع يا ولاد اطلع اطلع اه وهكذا. تمام؟ انا اسف جدا على الضرب اللي انت خدته. يا رب نكون استفدنا.